حارب مرض السرطان بالألوان، بالرسم الفرح والطاقة الإيجابية. تقبل وتغلب على مرض والدته، مرض سرطان الثدي. هو الطفل المعجزة ماثوين سميث، البالغ من العمر 10 سنوات، اللي عن عمر السنة كان يسمع أحرف الأبجدية كلها باللغة الإنجليزية والعربية. عن عمر السنتين كان يعرف كل بلدان العالم، وكان يحسب فوريا أعمار الأشخاص انطلاءا من تاريخ ميلادهم. اليوم هالطفل اللي أدهش الكل عم بساعد بدوره أطفال العالم على تقبل مرض أهلهم، من خلال إصداره لكتاب كتبه بنفسه عن اللحظة اللي عرف فيها عن مرض أمه لتقبله للمرض، مواكبته بالأوقات الصعبة، فأطلق عليه عنوان When Mommy Got Cancer. I wrote the book to help myself feel better and help other children understand cancer and how it affects their lives. I mean, it was a tough time. It wasn't just like a breeze taking care of her, but it was really hard. First, I felt worried, but then I got over it and I started helping her. Well, a friend of my mom's did the drawings. She's a great cartoonist. So, it's not really Mathuin on the pages, it's a toon Mathuin. كتاب خلي سوربريز لإلي. أنا كنت معودة على ماثوين بيكتب، يعني عن كل ما يجي براسه سبجكت بحبه بيمسك ورقة وقلم وبيكتب، يعني هيدي معودة عليها. بس أنا كنت ساخنة وما كنت عارفة مزبوط، يعني كانت حياتنا شوي مخربطة. لو نحن جربنا قد ما فينا نخليها نورمال، بس كانت الحياة مخربطة. يعني الكتاب اللي كتبه ماثوين بعتبره رسالة لكل العالم يلي مرقوا بهالظروف، كبار او صغار. هو تحديدا عم بيتوجه للصغار، بس بعتقد هيدي تجربه ممكن اي واحد يمرق فيها، ممكن اي واحد من عائلته ينصاب بهالمرض. الصبي كان من هو صغير كان عنده شيء مش موجود عند الاولاد الباقيين. فانا ما بتعجب يعني بهالعمر قد ما كنت مراقبه وبعرف ذكاه، بعرف مستوى تفكيره اللي هو اكبر من عمره بكثير. عنده هالكتلة الأحاسيس تجاه والدته، وإن شاء الله الله بيستجيب له. الإكزامبل اللي عم بيعطينا إياه اليوم هالولد اللي عمره اليوم 10 سنين اللي كتب الكتاب كان عمره 7 سنين، مش لأنه هو سيردوي ومش لأنه هو كان بده يروح لأبعد من الأشياء، لأنه التربية اللي كان هو عم بيكون موجود فيها لأنه سمحت له إنه هو يقوم بهيدي الخطوة الكبيرة. طبعاً نحن كلنا هون صحافة والعالم يلي موجودين لحتى ندعم من خلاله هيدي القضية طبعاً يلي موجودين لها نحن اليوم. مين ما بيقرا الكتاب بيشوف انه هيدا مش انه شيء انه ولد صغير بكتبه، لو كثير سامبل كتاب مش انه كبير او شيء انه بس جمل قصار، بس انه ببين قد ايه انه فاهم القصه وقد ايه انه ديب الصبي، مش انه هيك عم بيحكي شو ما كان. وللمساهمه وللمساعده بايجاد علاج لمرض السرطان لمكافحته والتغلب عليه، نظمت والدته جوسلين اسمر سميث عشاء خيري بمطعم لوميون بمنطقه الاشرفيه لجمع التبرعات للجمعيه العالميه اسكو لتعنى بالبحث والتعمق بمرض السرطان. التفاعل تفاعل فيها شوي جديدة عن مجتمعنا وشوي هيك بنتعجب فيها كيف تعجب فيها، بس اللي بيعرفوا لماسو من هو صغير ما بيتفاجأ، لأنه هو صغير عنده عطاء مميز كأنه أكبر من عمره بشي 20 سنة. It's very touching، عن جد ما صدقت وقتها قالوا لي إنه عمره 10 سنين، وبقول إنه لازم يشجعوه أكثر ويساعدوه تا يوصل إنه يطلع شيء منه أكثر. الفكرة ما فينا ما نفتخر إنه أول شيء الأصل لبناني، الشاب البنت صبي أصل لبناني، وهيدا الإيفنت بنتمنى إنه يتعمم مش بس ببيروت، يصير بكل المطارح، يبرم على كذا محل، لأنه كل الأسباب تبعيته مفيدة إن كان للكانسر أو لبلدنا لبنان. نحن بحاجة لأشخاص مثله لنكون فكرة عن هالمرض بالذات، ولنشجع العالم اللي بينصابوا بهالمرض إنه منا آخر الدنيا، ممكن نتقبلها، والمعنويات هي الكفيلة إنه بتشفي من هالمرض. يعني هي عن جد فكرة رائعة إنه ولد صغير هو منه لحاله عايش حدث عنده بالبيت انه والدته مصابه وعم بعيش لحظه وعم بيقدر يعبر بهالطريقه هاي. الفكره كثير حلوه،
وبعدين بتعيش معهم شو قدوا وبشو مرقوا، وقديه كتير حلو انه ولد يعبر عن الصعوبات اللي مرقت فيهم امه. يعني ماثوين سميث هالطفل اللي استوعب مصاعب الحياة تقبلها وحولها إلى طاقة إيجابية أكثر من أي شخص ناضج، هو مثال للشجاعة للقوة للعزم للأمل وللفرح، وما علينا إلا أنه ناخد عبرة منه ومن حكمته رغم عمره الصغير. إن هالولد صغير عطينا درس كيف نقدر نتحمل الصعاب إن كان بالكانسر أو بكان غير إشي، يعني عن جد فعلا شيء مؤثر جدا. أهلا وسهلا فيك مدام جوسلين أسمر سميث، نحنا بنقول لك الحمد لله على السلامة أول شيء. ميرسي. ونهنيك بماثوين، عن جد هو صبي مثل ما عرفنا بالتقرير وقتها كان عمره سنتين كان بارم العالم، وكان يقدر يحسب من خلال سنوات يلي خلقوا فيها الأشخاص قد إيه أعمارهم، وهذا الشيء بالنسبة لولد صغير أنا ما بعرف أعملها صراحة، عمري 34 سنة بعد بدي كتير وقت لأحسب على صبيعي قديش عمر الأشخاص. أنا كمان. بكل الأحوال what happened when mommy got cancer هو عصارة أفكار كانت عم تمرق براسه لماثوين وقت اللي كنت مريضة كان عندك كانسر، وهو بيقول أنه ترجم أفكاره على الورق. كيف حالة العائلة وقت يكون عندها ابن هالقد مبدع؟ قبل ما أعرف إذا فهم كتير منيح شو يعني كانسر أو لا. نحن بالنسبة لنا كان عادي لأنه هيدا هو أول ابن وتعاملنا معه مثل ما بنتعامل مع كل ولد، يعني كل شيء كان عنده أنتري كنا نجرب نجيب له كتب أو يعني نقوي فيه لأنه كان هو يعني بحب الأشياء بس نعطيها. يعني بالنسبة لي ما كان في فرق بينه بتربيته بين غير ولاد. تعلم الكتابة كأنه لحاله، بعدني لهلأ ما بعرف كيف تعلمها، يعني يقرأ شوي يحفظ الكلمات ما بيعمل أبداً فوتورتوغراف. بس أنه هلأ هو بصراحة هو بحب يتعلم، يعني بيفتح الإنترنت إذا عنده شيء هلأ صار بيعمل رشاش بيقول لي تقلق لي كيف نعمل هي أو نعمل كيف نعمل هي. يعني قلبت الأدوار بينك وبينه بدل ما أنت تعلميه وعم بعلمك بكتير إشي. بعتقد هلأ مع بالعالم الحاضر الأولاد وعندهم أكسس على كل هالمعلومات بالإنترنت صاروا بيقدروا يعلموا حالهم صح. إذا عندهم أنتريه بيقدروا بس يعلموا. خليني أقطع شغلة كتير مهضومة، هو بيعتبر حاله مثل وينر بالماتيماتيك مشان هيك مترجم اسمه قاسمه قسمين، يعني عامل ما بعرف اذا الكاميرا حتقل ماث وين ام اي تي اتش وين يعني بربح او بيربح، هو اللي بيربح بالماتيماتيك هذه نعم. اللي قصدتها ومبسوط، يعني هو عارف انه هو مختلف عن باقي الاولاد. لا ابدا، وما بيعتبر حاله مختلف عن باقي الاولاد. بعتقد هيدي شغله شوي كمان الاهل بأثروا انه ولا مره من انه انت احسن او انت لا. هو مثل عنده اخت صغيره كمان اسمها ساشا، مزبوط نعم. ومع ساشا وانا بعتبر مزبوط انه كل ولد عنده شيء هو قوي فيه واشياء يمكن منه قويه مثل غيرهم فيه، يعني مثلا هو فيزيك ما منه كتير قوي مثل غير ولاد بالعشر سنين نعم. بالباسكتبول بالراكد بقلي بركض ما بقدر لحقهم، لأنه كل ولد عنده قدرات معينة يمكن بيشتغل عليها وبنميها وهو هيدا اللي يلبي رأسه كمان. جوسلين بال2009 اكتشفت أنك مصابة بسرطان الثدي وجيت وخبرت أولادك بهذا الموضوع، يمكن ماثوين بوقتها كان عمره 7 سنين ست سنين ونص كيف تقبل هيدا الفكرة أو شو كان عنده يعني فكرة شو هو السرطان؟ أنا أول مرة قلت لهم أنه أنا ساخنة، ما كنا فينا كتير ما عرفت أنه هو حاطت براسه شو يعني سرطان، غير لما سألني مرة أنه هو ضل في أنه أنا الوالدة كمان توفت من وراء السرطان. بقى في مرة قبل ما ننام عم نصلي وعم نحكي، بتعرف قبل النوم كتير حلو مع الولاد لأنه الولاد كتير بيعطوك شو عم بفكروا. قال لي شو بيصير إذا ما مش التريتمنت اللي عم تعمليه رح تطلع على السما مثل التيتا؟ بقى هي يعني لتعرفي إنه ساعتها فهمت إنه هو فهم مزبوط شو عم بيصير، يعني مش إنه مامي ساخنة وبدها تكون ساخنة for a long time. أنا قلت له لمدة طويلة، بس ساعتها فهمت مزبوط إنه هو مستوعب
قد خطورة المرض انه بيعرف شو يعني كانسر. وبالإيمان بفتكر بالإيمان وبالشغل وكل واحد يكون قوي للتاني، وهيدا اللي قلناه يعني كان ساشا وماثوين كتير قوية، وقلت لهم إذا أنتوا قوية بتقووني وإذا أنا قوية فيني قويكم. بقى هيك نحن مشينا. شفيتي حضرتك من السرطان وعرفتي أنه ماثوين كتب كتاب أنت ومريضة، خبريني كيف تلقيت الخبر، مين خبرك، كيف كانت ردة فعلك؟ كتب كتاب عن مرض أمه يعني. هو كتب صفحات يعني كان يصير إشي معه يقعد ويكتب. بقى في مرة شفته قاعد عم يكتب وما كنت فهماني شو عم بيصير، يعني شفته عم يكتب، هو عادة بيعمل تايبينج على الكمبيوتر بس هيدا كان ورقة وقلم وبالقلم. قلت له شو عم تعمل؟ قال لي it's private بالأول، إنه هيدا شيء خاص لإلي. بس أنا دايماً مع الأولاد وبتعرفوا إنه لما بقوله شيء برايفت بصير واحد بده يعرف أكثر يعني شو عم بيصير معه. فقلت له شو برايفت، قل لي شو. بلش يفرجيني الصفحات الأول، أول شيء يعني إنه عرفت إنه مامي مع كانسر وأم سكيد، وهي قالت لي إنه يو شودنت بي سكيد لأنه في أدوية وهيك. يعني هو يكتب شو أنا قلت له أو شو بيو قال له أو يعني هيك، ويكتبون يكتبون يكتبون لحتى وصلنا على مطرح شفت مطرح بيقول انه I feel so much better. بقى وقتها شفنا انه هو عم بيرتاح ليكتبه، وبالمدرسه صاروا يقولوا لي كثير انه كثير عم بيساعد غير اولاد لانه هو عم بيقول لهم بي سترونج وبي سترونج وضل يقول اولويز بي سترونج. بقى قال لي عم نحكي انه كيف فينا نفيد غيرنا، طيب نحن هلا صرنا سترونج كيف فينا نفيد غيرنا. هو سأل هالشيء لأنه بصراحة ما بعرف مين بلش، بس إنه هو أكيد كان عم بيحب يفيد غيره، يساعد غيره بالمدرسة وهيك. قلت له إنه you wrote it، إنه you wrote it how can we. بقى ساعتها قلت له إنه other kids can write books وهيك. بقى أخذها وقال لي I have to edit it، خدها وبلش يعمل editing إنه شو يشيل اللي بده يشيله ويحط اللي بده يحطه، ومن هناك أخذناها على محمل الجد على يعني. مزبوط. وباخذت معي سنتين لحتى قدرت عملت الالستريشنز وعملنا كل شيء. بس انه اذا بنحكي عن الالستريشن جوسلين اللي عم نشوفهم، اول شيء مين يلي رسمهم، ويمكن بكل صفحه هن بيعبروا عن المرحله يلي كنت عم تمرق فيها بالمرض. بصراحة رانيا غزالي يلي I've never met in my life، يعني بعد ما شفتها بحياتي بعثت لها صورة وكانت كتير 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 شاطرة. نحنا من وراء جو تو بان اتصلنا بجو تو بان بألانا سناس وقلت له انه عنا هالكتاب وبدنا نكتب، بعت له صورة صغيرة. رانيا غزالي اميزنج يعني عملت الالوستريشنز، جوزي شان بين هو، انا مبيني انا، ساشا بنتي مبيني هي، وماثوين مبين هو. يعني استوعبتنا بلا ما تعرفنا. حلو كتير. جوسلين قد ايه برايك المرحله اللي قطع فيها ماثوين وخبرك عنها انت ومريضه ساعدت بشفائك؟ بفتكر يعني انا ما كنت بعدني ظاهره من سخونتي براسي غير ما لما شفته انه هو ظهر منا براسه، يعني وقتها كتبها وكتبنا وعملنا هي قلنا بدنا نساعد. وبحب اقول انه جراند بارتي من الارباح للكتاب رايحين ل كونكر كانسر فاونديشن حتى يقضوا، وهي الميسيون تبعهم انه يقضوا عن السرطان عند الاطفال او بصوره عن كل السرطان اونكولوجي كلها كل انواع الجمعيه الامريكيه كونكر ذا كانسر. هي جمعيه متاسسه بامريكا بس فيها فوق ال 300 ألف طبيب بكل العالم عم بيعملوا ريشيرش لحتى يقضوا على الكانسر ويقدروا يعملوا بريفنشن إذا بيقدروا، إذا في بريفنشن لحتى يلي يساعدوا يلي يعني من أول أو قبل ما يبلش حتى لحتى من بعد ما يخلص شو لازم يعملوا بعدين. كل الحكمة بعد باختصاصاتهم عم بيعملوا ريشيرش طيقته على الكانسر. انا كثير مهمه لإلي لانه انا
أمي توفيت بالكانسر وأنا طلع لي كانسر، يعني أنا هلأ عم جرب كل شغلي وكل قوتي حتى لحتى نقدر نقضي على الكانسر قبل ما أولادي يكبروا ويصيروا بعمر أنه معقولة حياة العمر بيقدر ياخد، بس أنه بطلع بنتي بقول ما بدي يصير فيها مثل ما قديش هالشيك عطاكي أو علمك تصيري واقعية جوسين وتتقبلي يمكن كيف الحياة أيام بتفرض علينا أشياء نحنا منقول أنه أنا ما بستاهل ليش هيك صار فيي. مظبوط مظبوط، بس كمان تعلمت انه شو ما اجا بناخده مثل ما هو وبنمشي عليه. يعني هلا يمكن في كثير اشياء كانت مهمه لنا بطلت، يعني صرنا ما بناخذ اشياء السنويه اشياء السوبرفيسيال خلص ما بقى نفكر فيها، صرنا نفكر انه كيف بدنا نكون، شو بدنا نعمل لنساعد، كيف فينا نكون عائله محبة مجتمعة نكون سوا. بعتقد علمتنا كتير حتى هلأ بعد عم بتعلمنا كتير، يعني شغلي خلص ما بقى توقف. كيف عيش مراحل المرض؟ عم نحكي عن ماثوين لأنه هو حديثنا هلأ. كيف عيش مراحل المرض؟ يعني بمرحلة من المراحل قهر شعرك، كنت أوقات كتير تعبانة، أوقات ما فيك تقومي من التخت. بيقول بالكتاب أنه فهم كتير منيح شو بده يعمل. كيف عايش هالشي على الأرض؟ ما فيني فسر قدي فهم شو بنعمل. في صفحة بالكتاب كمان هو بقول هو كتير بحب قبل ما ينام انه انا احكي له ظهره. بقى كان هيك بقول لي انه I need to relax حكي لي ظهري. فوقتها راحوا شعراتي في نهار كنت نايمة ومظبوط يعني كتير مضايقة هيك وما في شعر يعني كله قرع. إيش هيك وصار يحكي لي على راسي قال لي I want to make you better like you make me better when you give me a rub. بس تعرف إنه أوقات إشي صغيرة، يعني مش ضروري الولد عمره 6 سنين ونص و7 سنين يعمل شيء إنه لازم يعمل شيء مهم، بس مثلا ياخد أخته إذا كنت أنا مضايقة ياخدها يلعبها يحط لها شيء كتاب ورقة وقلم إنه كمان let's go play. هلا بيحضرنا هلا ماثوين هلا عم بيحضرنا اكيد. شو بتحبي تقولي له هلا من خلال اخبار الصباح؟ فيني اقول له بالانجليزي؟ ايه اكيد. Mathuin, I'm very 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 proud of you and proud of our family and how you take care of your sister and you take care of us. We are the proudest parents. Thank you for all you are and all you do. اوكي ثانك يو لك جوسلين اسمر سميث، من هنيكي بماثوين واكيد الله يخلي لك خلي لك ساشا وتضلوا مجتمعين والحمد لله على السلامه مره ثانيه. عقبال انه عن جد ما بقى نسمع بهالمرض ويلتقى له حل جذري لانه كثير من الاهل والعيال عم بتعاني من هذا الموضوع. ثانك يو لانك جيتي معنا واهلا وسهلا اهلا وسهلا ميرسي لكم وسلمي على الكل. فاصل ومتابع حلقتنا خليكم معنا.